انا اشتغلت زمان، انا اشتغلت وين؟ من بورسعيد لحيفا. كنا زمان الانجليز نصيد من بورسعيد لحيفا، ما حدا يقول لنا وين رايحين ولا وين جايين، وين في سمك نروح له. كان السمك مكوم بس تغرب تصيد. اليوم من حد ما اجت اسرائيل واجت المصريين بطلنا نروح، هذا عمل لنا حدود من هنا وهذا عمل لنا حدود من هنا. صيادين كثير هان قلب المينا، فيش سفر الا هات الناس المذكوره مليون 50 13 نص 14 15 حسين الهندي وحده 15 جمبري واحنا جمبري ب 4 مليون 25 26 27 28 29 حسين الهندي وحده 29 من طرفه. ايش هذا السمك؟ هذا زبل، سمك نظيف كله برا. سلطان ابراهيم والجمبري واللوجوس والفريدن والاسماك كلها ما يتعشين مين. احنا اليوم بنشتري 3 مين، يعني لو في منطقه مسرحه بتجيب سمك قد هيك 10 مرات. ما كنتش تقدر تقف من كتر السمكين. بس هذا 24 ساعه صادم من هون، يعني رفع الشاهين بيسالوه بيقولوا له بدنا نعرف اكبر سجن في العالم وين؟ قال لهم قطاع غزه. قالوا له كيف؟ قالهم لأنه كله محور، لا يمكن واحد يقدر يطلع إلا بإذن، يعني زي ما بدك تطلع. يعني أكبر سجن في العالم قطاع غزة. Under the Oslo Accords in 1994, the area given to Gaza's fishermen was 20 nautical miles, about 37 kilometers. This has been continuously reduced. This means that 85% of Gaza's sea area is unavailable to its fishermen, and this limit is enforced regularly by gunfire. ينزل في البحر لا مش امكانيه ينزل في البحر. يعني خبر فظيع، حامل بتقلد يعني يومين ولدت يعني لما نصاوا. قلنا لهم يعني ايش صار فيه؟ قالوا لا بس في ايده رصاصه في ايده. انا ما تخيلتش يعني انه ايده لا تروح او اشي. لا بهرب سلاح، لا بعمل اي اشي، لا عامل لهم امنهم. فيش انا عقد الصيد، هاي اللي بعرفه في الها. شغلت الصيد انا بس انه اربي الاولاد والمرأة بس. كل المجتمع بأثر الحصار اللي عاملينه، مش بس عقد الصياد عاملينه، عقد على الشعب كله الحصار.